يا ترى أي زخرفة رح أرسم للمعلمة؟ هناك العديد من الزخارف الجميلة في الحارة. أصلاً كيف صنعت هذه الزخارف؟ خلينا نروح نشوف. في هذا المصنع تصنع الزخارف الإسلامية. هذا القسم هو استوديو التصميم، حيث يتم فيه تصميم الخرائط الهندسية المختلفة لقطع المأذنة أو القبة. هناك تصميم لكل قطعة، ويتم تصميمها حسب المقاييس المناسبة لكل زاوية. هذه المأذنة تم تصميمها في هذا المصنع. هناك تصاميم كثيرة للمآذن والقبة. هذه صور مراحل التوسعة الجديدة لخادم الحرمين الشريفين. يتم التصميم باستخدام برنامج خاص على الكمبيوتر، بعد ذلك تنتقل التصاميم لهذا الجهاز، حيث يتم برمجتها على برنامج معين يقوم بنقل التصميم للآلة في المصنع، والتي ستقوم بقراءة تفاصيله، وعلى أساسه ستتم عملية التصميم والقطع. جميع هذه الآلات يتم تزويدها بالتصاميم من استوديو التصميم. طبعا يتم برمجة هذه الآلة الإلكترونية تقوم برسم الزخرفة المطلوبة. هذه هي الآلة التي تقوم بتخريج الصفائح المعدنية. واو، مثل خرامة الورق. العمال في هذا المصنع طبعاً يحرصون على ارتداء وسائل الأمن والسلامة لحمايتهم من الإصابات. من المأذنة بعدما تم الانتهاء منه، تبقى الآن تثبيته في أعلى المأذنة. لكن ما هذه الآلة؟ ماذا تفعل؟ آها، انظروا، إنها ترسم التصميم على قطعة الجبس الحجري والخاص بالسقف. هذا المصنع توجد العديد من الماكينات. خلونا نتابع. يتم وضع القالب على لوح خشبي. الآن يقوم العمال بإضافة الرمال فوق القالب. هذه قوالب أخرى لقطع أخرى يتم استخدامها في الصناعات المعدنية الخاصة بالحرم. بعض القوالب يتم وضعها في صندوق. ها هو القالب بعدما تم تغطيته بالرمل. في ماذا سيستخدم هذا الكيس البلاستيكي؟ إنهم يقصونه بحجم القالب، بعد ذلك يقومون برش المزيد من الرمل والبودرة البيضاء. المزيد من الرمل، بعد ذلك يضعون فوقها الصخور الثقيل، وذلك يساعد على قوة تماسك المعدن داخل القالب عندما يجف. ما هذا الفرن؟ واو، هذا فرن طهي المعادن. ساخن جدا. يتم سكب النحاس المنصهر في هذا الوعاء، بعد ذلك
يتم حمله لحامل خاص. الآن سيكتب سكب النحاس المصهر في القالب. لكن أولاً سيقومون بتصفية الجزء العلوي من النحاس المصغر والذي تجمع قليلاً. الآن ستتم عملية الصب. لابد أن يرتدي العمال القفازات والكمامات وذلك للوقاية من المعادن الساخنة. ها هو القالب قد جف تماماً بعدما تم تبريده. يتم قلبه وإخراجه بعيداً عن الرمل. يجب أولاً التأكد من تجمع المعادن. بعد ذلك يتم فصل الرمل على القالب البلاستيكي والمعدني. الآن سيتم إزالة الصخور. يتم بعد ذلك إزالة الرمل. الآن سيتم رفع القالب المعدني بعد ما تم تبريده. ها هو القالب النحاسي قد تشكل على نفس زخرفة القالب البلاستيكي. حواجز النحاسية في الحرم. هذا القسم الخاص بتنميع الأشكال النحاسية وتنظيفها من الشوائب. هذا العامل يقوم بلحم المفاصل بالنحاس، وهذا العامل يقوم بتركيبها لبعضها البعض، وهذا العامل يقوم بصقلها. وهي أول مراحل تنميع القطع المعدنية. تليها المرحلة الناعمة. هذه الآلة تقوم بالتنميع بطريقة أخرى.